يلعب بطريقة رائعة جدا. هذه كرة فرصة هدف ثاني، فرصة هدف ثاني، كرة الكرة بيشيل حارس المرمى بشكل رائع يوسف الغزال، فرصة هدف ثاني خطيرة لمصلحة المنتخب التونسي، لكن هناك مشكلة كبيرة في دفاعات المنتخب المغربي. شوف المساحات، وهذه كرة انفراد في مواجهة حارس المرمى، يانيس صغير يضيع فرصة الهدف الثاني. كانت الأمور ستكون معقدة على المنتخب المغربي، يانيس في مواجهة المرمى، وبالتالي منتخب المغرب يعاني على مستوى الدفاع. ركنية، ركنية، هذا هو الحارس المغربي اللي تألق المتألق يوسف الغزال في اللقطة السابقة. ركنية خلفه يانيس صغير، يلعب كرة عالية للأمام، الله راسية، والهدف الثاني. الهدف الثاني شاب العبيدي يسجل هدف ثاني في هذا الدربي، يقفز يضع كرة راسية، يسجل هدف ثاني، سجل في الكوارتر فاينل، يسجل أيضا في السيمي فاينل، سجل أيضا في دور المجموعات، في كل مباراة يسجل لمصلحة المنتخب التونسي. في الدقيقة 23 خطأ دفاعي واضح، إشهاب من دون أي مراقبة يضع الكرة بكل هدوء على يسار حارس المرمى، نفس الزاوية، نفس الزاوية، هذه الكرة راسية، وهذا هو الهدف الثاني لمصلحة المنتخب التونسي. يا له من منتخب محترم جدا، يا لها من نسور تنقض على فريستها بشكل مثالي في هذه المباراة. وبالتالي المنتخب التونسي لا يرحم في شوط المباراة الأول ويسجل هدف ثاني. 20 سنة، هذه كرة فاروق الميمون انطلق في هذه الكرة، يدخل منطقة الجزاء بصواب، الله روعة 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 روعة، فاروق الميمون يسجل هدف، الهدف الأجمل في البطولة لحتى الآن. فاروق من خارج منطقة الجزاء يسدد كرة في الزاوية بعيدة على حارس المرمى المغربي، وبالتالي ثلاثية تونسية في الشباك المغربية. يا له من هدف، فاروق الميموني صاحب 20 سنة يسجل هدف ثالث في منتهى الروعة. الكرة استلمها بشكل رائع على طريقة نيمار، على طريقة نيمار، هو غدار. نعم فاروق الميموني، فاروق روق يا فاروق، وفاروق يسجل هدف ثالث في منتهى الروعة. وما هذا الروقان يا فاروق، فاروق بطريقة رائعة يتلاعب في المدافع، وبالتالي يضع كرة في الزاوية البعيدة، يسجل هدف ثالث لمصلحة المنتخب التونسي. يا له من هدف في منتهى الروعة، يوقع عليه طبعا نجم المستقبل للكرة التونسية ونادي الترجي فاروق الميموني. الكرة باتجاه زياد بريمة، دخل منطقة الجزاء، الهدف الرابع، الهدف الرابع. ماذا يفعل المنتخب التونسي في مباراة هذا المساء هنا على استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز بالدمام؟ درس كروي قاسي جدا يقدم الكنزاري للمدرب البرتغالي. أي متعة يقدمها شباب تونس، أي إثارة وأي أهداف. زياد بريمة مر من المدافع، مر من الآخر، وضع كرة في الزاوية البعيدة، يسجل ثاني أهدافه في مباراة الليلة، وبالتالي رباعية تونسية. هذا قد لا يصدقه من تابع مباريات المنتخب المغربي والصورة اللي يظهر فيها منتخب المغرب في مباراة اليوم، وبالتالي 4 للمنتخب التونسي. لا يرحم إطلاقا المنتخب المغربي، 4 صارت 4، وكل هدف أجمل من الآخر من جانب شباب تونس.